فريق النادي الاهلي اكيد لاعب اورنالدو وهو مشغول بالمباراه الجايه في كاس التحدي واللعيبه اكيد خايفه من الاصابات ولكن كولر حساباته كانت مختلفه. حتى الدفع بامام عاشور اساسي دي واضح انه راجل بيجهز لعيبته لان امام ما كانش موجود الفتره اللي قبلها ما لعبش مباراه البنك الاهلي في الدوري المحلي وبالتالي لا بيجهز لعيبته للمباراه والتحدي الكبير اللي بينتظره. وكان برضو واضح من بدايه المباراه متحفظ لا ما يهمه ما يخسرش, هو يهمه اذا ما كسبش فيرجع بالتعادل والتعادل مرضي وده مرضي كان طبعًا. واضح حتى من تصريحاته مرضي صحيح. طب رتب لي بقى نخش في الغميق, رتب لي الفرق اللي لعبت الفرق المسلمه من حيث الاقوى فالاقل قوه. اقوى فريق اورنالدو تمام اللي هو الجنوب افريقي ده اقوى فريق المفترض يعني حتى بنتائجه كسبان فريق الجزائر في الجوله الاولى كقوه. انيمبا تاني بلاك بولز والفريق المالي دي جيبا ترتيبك اورلاندو دوليبا وانيمبا وبلاك بولز. وانا متاكد ان استاذ علاء ما شافش ديجولي بعد والله شفته والله فرج على الماتشين مع بعض. لا شفته امتى؟ كنت بحاول ده والله شفته امتى؟ لا الاثنين كنتوا مع بعض الاثنين كنتوا بتحاول الاثنين مع بعض. هو بس نسي, هو نسي ان انيمبا انيمبا ده فايز بدوري الابطال مرتين على التوالي يعني فرقه يا راجل. انا حافظه صم انا حافظه شوف انا رحت الملعب على فكره لعب مع الاهلي في الدور قبل النهائي قبل كده ايوه صح ايوه وكسبناهم بجون عماد متعب وكان المباراه كانت صعبه جدا ساعتها كانت فرقه افضل كانت واخده الاثنين دوري ابطال ورا بعض. يا كابتن خالد ما الفرقه الفكره برضه اتفرجت ده خد مره من اسماعيل البطوله ايوه في 2003 و2004 من النجم الساحلي. مين اقوى فرق, مين اقوى منتخبات في افريقيا حاليا بعيد عن شمال افريقيا بعيد عن المغرب مثلا؟ السنغال. السنغال في فريق سنغالي في دوري الابطال الكونفدراليه؟ لا اخره دور مجموعات مش عارف حاجه. في فريق كاميروني في جراف دي داكار في فريق كاميروني بيهددك, في فريق من نيجيريا بيهددك, من كنت ما بقاش في حتى استاد ابيجان. بس زمان كان نيجيريا جامده وكان طبعا طبعا لعبتهم ما كانوش راح اوروبا. طيب هنا السؤال بقى شوف الاول يا كابتن خلينا واقعيين على صعيد الانديه احنا في عالم والتربيين في عالم تاني. ليه؟ احنا بنستورد وهم بيصدروا باختصار خلي بالك ابرز المواهب عندهم بيصدروا صح اوروبا واحنا بنستورد عشان كده تقوم بقى جاي الفرق فين في المنتخبات لان كله بقى بيتجمع في المنتخبات هنا تعمل الفارق الصح بقى. صحيح لكن كده انت بتلعب لوحدك انت عارف تحس كده انك داخل بطوله الزمالك داخل الكونفدراليه المرشح الاول الاهلي داخل دوري الابطال المرشح الاول الدنيا كده المفاجات اللي ما ياخدوش البطولتين. طيب هسالك سؤال بقى النادي الاهلي انا من وجهه نظري هو اعظم فريق في القاره خلاص في اخر السنين دي هو اللي مسيطر على القاره تقريبا يعني فرقه توصل اخر ست مواسم مواسم الخمسه